Training sessions for our new teachers and for our current staff. We also conduct many workshops to develop their teaching skills to maintain the quality we aim at the German Center. This is not the first time. We've been working on this for about 2 years now, that we are training new teachers or to become new German teachers. الكواليتي مانجمنت اليوم ما استخدمناه في انشاء الجامعه من حوالي 15 سنه كان الترمينولوجي ده ما كانش موجود اصلا في الجوده كانوا بيتكلموا على السيكس سيجما بيتكلموا على توكيد الجوده ما حدش كان بيتكلم على توتال كواليتي مانجمنت اللي احنا النهارده واحنا سعداء ان احنا الكونسبت بتاعنا ساعه ما عملناه ما كانش بعيد عن الكونسبت الحالي فطبعا احنا بالنسبه لنا ده سعاده لان احنا في كليات الاي اي تي والام اي تي والتخصصات المختلفه كلها واخده الاكريتيشن فاحنا سعداء ان احنا بنكمل بالميكاترونكس This event for me personally makes me very happy makes me feel proud for the department and for the students as well Being a mechatronics graduate, of course, I'm very happy actually to see the outcome of the hard work that they've been working on in the office a lot. So I'm extremely happy and I wanted to share this with everyone in the faculty. أنا سعيد جدا إن إحنا دكتور حسام عيسى النهارده نائب رئيس الوزراء للعداله الاجتماعيه ووزير التعليم العالي جه اخترنا امبارح ان هو عايز يزور الجامعه الالمانيه واحنا قلنا له لو سمحت خد وقت لان احنا مش عايزين نوريك الجامعه احنا عايزين نوريك الموديل اللي بتقدمه الجامعه الالمانيه مختلف عن اي جامعه مصريه او عالميه في مجال اللي هو تاهيل الشباب للمشاركه في التنميه الوطنيه. فطبعا هم شافوا الموضوع ده شاف خد وقت فعلا وكان يهمنا من الحاجات الرئيسيه والهامه جدا اللي هي الاندستري بارك. لان انا كنت يهمني ان انا اطلب منه تعديل تشريعي واضافات تشريعيه بقانون لعمل حضانات لرعايه المبدعين والناشئين والشباب تستخدم يعني تفيدهم في ان هم يعملوا شركاتهم وبمشاركة الجامعة لأن احنا مثلا عندنا زي الجامعة الألمانية وأكيد في جامعات أخرى موجودة هنا في مصر عندها إمكانيات فنية وعملية
ونظرية واستشارية. دي مش متوفرة لأي واحد هيبدأ بزنس بتاعه أو عنده فكرة عايز يحققها. فإحنا بإمكانيات الجامعة الألمانية إحنا مؤهلين، وإحنا عندنا هنا الاندستري بارك 1، دي مش موجود زيه في أي حتة في العالم، وكنت عايز أوريه الموديل، لأن إحنا بصدد إن إحنا نبني اللي هو اندستري بارك 2 اللي هو يمثل الحاجات اللي موجودة في البلاد العالم الأخرى. الشيء المبهر اليوم أكثر من غيره هو مستوى المعامل، هي مستوى رفيع للغاية، وده معناه إنه الطالب فعلاً بيربط الجامعة تربط ما بين التعليم والبحث العلمي، وإن الطالب بتتشكل عقليته بشكل علمي أكثر، لأنه الحاجات اللي بتدرس له نظري بيطبقها فوراً في المعمل أو ساعاً يثبتها، زائد إنه معناها أيضاً اهتمام الجامعة بالبحث العلمي سواء في مجال العلوم الطبيعية أو في مجال زي الصيدلة مثلاً، يعني شغل هاي اللي معمول في المعامل الأساتذة ومعامل الطلاب، أو في الإنجينيرينج في الهندسة وفي كل المجالات الأخرى. هي مستوى المعامل رفيع المستوى للغاية. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine.